السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده أول فيديو لينا مع بعض بخصوص الكورس بتاعنا اللي هو الـ ICT 401 Development of Energy Systems Using PC. أنا حابب إن احنا نعمل فيديوهين بساط كمراجعة على اللي فات، وبعدين نكمل في الجزء الجديد. أول جزء عايز أتكلم فيه النهاردة هو الانترودكشن، أو سريعا أول ثلاث محاضرات عملنا فيهم إيه. أول ثلاث محاضرات كنا بنتكلم فيه الكورس ومحتواه والكلام ده كله، وإن هو بيفوكس على Renewable Energy System، واتعرفنا على الكمبيوتر Added Design Programs، وابتدينا نتعرف على Trnsys بكل خصائصه. كان المثال اللي ابتدينا بيه كان هو السيمبل سولار دوميستيك هيتنج سيستم، اللي متوضح في الجزء الشمال ده هو السكيماتيك دياجرام، ان المايه بتجيلي من السيتي ووتر، بتمر على البامب، بتخش على الكوليكتور، تسخن، بتقارن درجة حرارة الخروج بالسيت بوينت، لو اقل من السيت بوينت يبتدي يخش الاكسلري هيتر عشان يوصل لي الحرارة بتاعتي للدرجة المطلوبة الهدف اللي معتمد او المطلوبه للسيستم بتاعه. الكلام ده يكافئه في Trnsys هو الدياجرام او البروجكت اللي قدامنا ده، اللي هو كفيزيكال كومبوننتس بامب بتشتغل على بروفايل معين، خارجها بيخش على داخل الكوليكتور، خارج الكوليكتور بيخش على داخل الاكسلري، وفي بعد كده بيخش على الحمل. عندنا بعض التايبس او بعض الكومبوننت المساعدة زي البلوتر، زي الويزر ريدر، زي السكادول، زي الانتجريتور عشان اعرف معدلات الاستهلاك بتاعتي خلال فترة السيموليشن بالكامل او شهري او تدور. ابتدينا بالكلام ده وطبقنا عليه، وكانت دي المين بارامتر اللي المفروض نضبط عليها السيستم، زي ان احنا هنشتغل فور اكزامبل على السنه كلها لو حابين، لو بالتايم ستيب معين، درجه السلوب انجل 30 درجه، الازموس زيرو، الفول ريت بتاع البامب هو 200 كيلو وات 200 كيلو جرام بر اور، درجه الحراره، الكلام ده كله. فاحنا محتاجين بس نعدل هنا شويه حاجات في الكلام ده، ان احنا كنا شغالين هنا على 624، كنا هنا شغالين على 5088، عايزين نشتغل على 6.60 عادية جدا. دول الحاجات السيتنج الأساسية اللي احنا اشتغلنا عليها أو هنشتغل عليها برضه. وعرفنا ان احنا عشان نقيم أداء سولار سيستم عندنا 2 بارامترز أساسيين، عندنا الكوليكتور إفشنسي، وده تعريفه مقدار الحرارة اللي اكتسبها الكوليكتور على مقدار الراديشن اللي سايط على الكوليكتور، والبارامتر الثاني هو السولر فراكشن، وده عبارة عن مقدار الحرارة اللي أنا اكتسبتها من الكوليكتور مقسوم على كل الطاقة أو الحرارة المضافة في السيستم. فبالتالي هيكون عندي كوليكتور وعندي اكزوري وعندي بامب، وقلنا إن البامب دي نيجليجابل عشان هي بتبقى قيمة صغيرة. والجدير بالذكر يعني ان احنا برضو قلنا ان الكوليكتور افشنسي والسولار فراكشن اقدر احسبهم ساعه، يعني على كل ساعه اقدر اشوف الكفاءه قد ايه والسولار فراكشن قد ايه، ممكن احسبهم في الفتره الزمنيه يوم او اسبوع او شهر او سنه حسب ما انا عايز احسب المعاملات دي. وطلبنا كنا طالبين برضو قبل كده تقرير خاص بيه البارامترز اللي بتاثر على الاداء، وعملنا لسته للبارامترز اللي ممكن تأثر على الأداء زي ما احنا شايفين قدامنا. ده كان محتوى تقريبا أول 3-4 محاضرات بالشكل ده. طيب الجزء اللي بعد كده في المحاضرة اللي فاتت أو محاضرة رقم 4، كان على نفس السيستم وقلنا هنشتغل على درجات الحرارة، آسف الفترات الزمنية اللي احنا
بنحددها قدامنا 3624 و5880 ودرجة حرارة 6.60 درجة مئوية. نفس الكلام ده محتاجين دلوقتي ندخله على البرنامج عشان نبتدي نشتغل ونشوف ونقيم أداء البرنامج بتاعنا. طيب الكلام ده هنشتغله ازاي؟ نشتغل على ترانزيس. ده المشروع اللي احنا لما بنيجي نفتح، قلنا بنفتح ترانزيس whatever هو ترانزيس فين، نخش الاكزامبل، نخش بيجن، وبنحمل الفايل بتاعنا اللي هو متحمل اوريدي قدامنا ده. طيب هنروح نديتين التكست ده عشان نبتدي نشتغل ونعمل الموديفيكيشن طبقا للجدول اللي قدامنا. اوكي طيب بالنسبة لترانزيس نبتدي نتأكد حاجة حاجة من الحاجة اللي قدامنا. أول حاجة الوزر داتا نبتدي نشوف في الانبوت هنا السيت السلوب انجل المفروض نخليها 30 درجة والازموس 0 كده، دي أول حاجة. والاكسترنال فايل نعمل براوز ونحمل الوزر فايل بتاع القاهرة. الوزر فايل بتاع القاهرة اللي احنا قايلين بيبقى موجود فيه يا اما وزر اي سي تي، لو مش موجود بيبقى فيه فولدر بره هنا اي سي تي 401، نختار القاهرة. يبقى هو ده الفايل بتاعي اللي لو انا عملت له ايديت وشفت التكست بتاعه هيبان التكست بالشكل ايه اللي قدامنا ده. يبقى احنا كده عملنا اول تعديلين. اول تعديلين عدلنا دي وظبطنا الاسلوب والازموس انجل. اوكي خش نرجع تاني على ترانز، نبتدي نشوف البامب فلوريت. البامب فلوريت عندي هنا كانت 50، هنظبطها مثلا على 200 كيلو جرام بر اور. ولو افتكرنا مع بعض قلنا ان البامب دي بتشتغل على الماكسيمم فلوريت مضروبه في السيتنج بتاعي او في الكنترول سيجمنت بتاعتي اذا اون اور اوف. اوكي طيب الانبوت بتاعتي هنا ده ما تهمنيش لان هو في الاساس الفلوريت زي ما قلنا قبل كده لما بندوس على كلمة مور هنلاحظ ان الماكسيمم فلوريت ثرو ذا بامب از اوت للفلوريت، دي بتستخدم في حساب الفلوريت، وان الفلوريت اللي موجودة في الانبوت دي ما بتستخدمش. This input is not used. فاحنا يهمنا دايما الماكسيمم فلوريت. طيب نشيل دي كمان. البلوتر او سوري او السكادول بتاعي بنبقى شايفينه بالشكل ده، انا شغال من 8 ل 18 يبقى ده مظبوط جدا. نقدر نرجع هنا ونقول ان ده كمان اوكي از بامب سكادول واز بامب كاباسيتي او فلوريت. فين نراجع تاني الاداء بتاعنا؟ لو احنا رحنا على الكنترول كارد عشان نشوف الفترة الزمنية اللي احنا بنزلنا نعمل عليها سيموليشن، نعدلها 5088 بتايم ستيب واحد. ولو فاكرين معايا ان احنا قلنا ان في الارقام دي خاصة بالوردنجز لازم نزودها. اوكي وكمان المفروض ديك فايل دي المفروض نسمي الفايل دايما، قلنا نشيل التسمية دي ونسميها تريبل ستار عشان ياخد اسم الفايل حتى لو انا عملت له رينيم. فانا في المرحلة دي انا هعمل سيف از الفايل بتاعي على Trnsys files. The lecture four.
ايجاد. انا كده سيفت الفايل بتاعي في المسار اللي انا عايزه. انا اتاكد ايه تاني محتاج اتاكد منه؟ كان في الجيفنز كده، انا ظبطت دول كمان كده، الجدول بالكامل انا عدلته. طيب نتاكد، لا لسه فاضل التي سيت. التي سيت نظبطها من الاكزيلري، ان الاكزيلري بتاعي از انبوت السيت بوينت التمبريتشر بتاعتي 60 درجه، يبقى ده كده مظبوط. اوكي، المفروض وانا شغال اللي انا عملته ده كله عشان اسجله في الامتحان او اسجله في الاجابه بتاعتي او اسجله في تقرير، اكون كل خطوه من دول عملتها اكون واخدها سكرين شوت. فبننفذ ده ازاي؟ بننفذ ده عن طريق خلال فتح الوورد فايل. وقلنا في الوورد فايل كخطوات، اول حاجه بعملها اني بسيف الفايل، كنترول سي كنترول اس، اسيفه على فور اكزامبل على الديسكتوب. او في المسار اللي انا عايز اشتغل عليه. سي واسميه باسمي. بالشكل ده. لو انا بسجل او لو انا ب ب ب ب بسيف على ريبورت، انا طالب منكم ريبورت، المفروض الريبورت سلمه لي بالفايل اللي انا قلت عليه في الواتس. فبتسجل اسمك ايمن عبد الحميد، وبعدين تقول لي ان انا اي سي تي 401، وان ده فور اكزامبل الريبورت رقم 2 او الليكتشر رقم 4، بس انا كنت بديهولك ار، بس احنا هنا عشان بنسجله الليكتشر. فالفايل ده هو بالشكل ده اقدر انا اتابعه واقدر اشوفه وابقى عارف كل واحد عمال لي مقدم لي التقرير ايه. تاني حاجه فوق هنا في الهيدر بسجل اسمي، اوكي، ولو عارف الاي دي بتاعي ممكن اسجله، ممكن اكتب الاي دي بتاعي 3 مش عارف 00 اي رقم. الحاجة التانية ان في الفوتر ببتدي اعمل ادوس انسيرت، واقول ان انا عايز اد بيج نمبر في البوتوم، وانزل هنا واحدة واحدة كده أشوف الستايل اللي أنا عايزه في إظهار رقم الصفحة. وهنا رقم الصفحة أنا عايز الستايل ده اللي هو بيج إكس أوف واي، فهختار الشكل ده. يبقى أنا كده كريت الفايل بتاعي، ودايما طول ما أنا شغال أعمل سيف. هحل سؤال، لازم أن توضح لي أنت بتحل أي سؤال، فبتقول لي إن ده كويشن نمبر نمبر 1 مثلا، ضروري جدا تكون موضح لي. فبنبتدي نعمل ايه؟ نبتدي ناخد السكرين شوت للكلام ده، لان احنا بنفتح سناب تول ونقول نيو، وابتدي اخد الملف بتاعي الجزء ده كوبي واروح احطه على بيست في الفايل بتاعي. ارجع تاني جوه ترانزيس، الحاجات اللي انا عملتها اقدر اجمعها في اكتر من حاجه. يعني على سبيل المثال الزوايا اهي احطها هنا، السكادول ده ممكن احطه كده، ده خليه في الاخر، هنفتحه في الاخر. البامب فلوريت نخليها جنبنا هنا. الاكزونري سيتنجز نقدر نخليها هنا. الكنترول كارد اقدر احطه هنا، وبالتالي في الحالة دي انا ممكن اخد سكرين شوت للباكج كاملة. فباجي افتح السناب تول واقول نيو،
وقول ان انا مثلا هاخد المجموعه دي بالشكل ده واقدر احطه بعد كده على كوبي. طيب في حاجات تانية انا لسه ما خدتهاش محتاج ان انا اظهرها، يعني زي مثلا زي السكادول ممكن اظهره لوحده. بعد ايه السكادول اقدر اضيفه لوحده، ولما بدخل امر الصورة بدوس احسن محبذ ان انا ادوس انتر عشان اسجل الصفحة التانية. انا كده دخلت واظهرت لي انا او انت اظهرت لي انا الإجابة بتاعتك وإيه الحاجات اللي أنت عملتها في الفايل كتغييرات أقدر أقيمك عليها وأعرف إن أنت مظبوط ولا لأ. طيب الخطوة التانية من الحاجات التانية المهمة اللي احنا بنعملها واحنا بنحل الرن نتيجة السيموليشن، عشان ابتدي اعمل رن بالشكل ده وشوف شكل النتائج بتاعتي. فهغير الخلفية زي ما اتفقنا دايما تكون وايت، وده شكل درجات الحرارة بتاعتي اللي خارجة. طبعا الستين هنا مش متحققة، فكوني ان انا اخد سكرين شوت دي مش مظبوطة لان في حاجات لسه مش متحققة. انا عايز 60 درجة، فاقول ده عيب ايه؟ لو مفكرين ده عيب الاكزوليري، فبنرجع نظبط الكباسيتي بتاعت الاكزوليري، نحط لها رقم، نكبر رقمها شوية وناخد دي برضو سكرين شوت عشان نبين ان احنا عدلنا كمان الايه الكباستي بتاعت الاكزوليري هيتر. ارجع للبرنامج وابتدي اعمل رن. الاحظ هنا درجات الحرارة هنا ماشية عند كام؟ عند 60، مظبوطة جدا ما عدا البيكس اللي كنا شرحنا اسبابها قبل كده نتيجة ان احنا في الصيف وبيبقى فيه إشعاع شمس ساقط من الشروق لغاية الساعة 8 لما يبتدي الكوليكتور، فبيبقى الكوليكتور سخن فبيحصل البيكس الزيادة دي. كنا احنا وضحنا الكلام ده في المحاضرات قبل كده. الهدف إن أنا نتيجة الرن دي المفروض أعمل رن النتيجة دي أخدها سكرين شوت وأضيفها في البرنامج. اوكي ناخدها بالشكل ده نضيفها في ملف الوورد او الكروس الاجابه بتاعته. طيب ده بالنسبة للجزء الأولاني. طبعا كل ده أنا لسه ما حددتش البرفورمانس بتاعي، لكن كده أنا مبدئيا ظبطت الدنيا. هبتدي أظبط أو هرجع تاني للفايل بتاعي إن أنا كنت محتاج أحسب البرفورمانس أو أقيم أداء الكوليكتور. عندي الكفاءة لازم أحسبها والسولار فراكشن عايز أحسبه بيزد على التوتال بيريود أوف سيموليشن اللي عندي، فمحتاج اظبطها هنا وارجع للبرنامج ونعمل نضيف ايكويشن. والايكويشن دي هنضيف ليها كذا بارامتر وكذا انبوت. قلنا على سبيل المثال انا هحتاج هنا الكيو كوليكتور عشان احسب بيه الكفاءه، احتاج الكيو اكزولري
والقيمتين دول بعد الانتجريشن محتاج احسب الاي راديشن، تمام، محتاج اوجد هنا الاريا، محتاج احسب الكوليكتور افشنسي، محتاج احسب سولار فراكشن، وانا عندي الكوليكتور اريا المفروض قايلين ان الاوبتيمال فاليو او القيمه المناظره او اللي موجوده في الكتالوجات هي تقريبا 40 كيلو جرام بر اور لكل متر مربع. فاحنا لو قسمنا ال 200 كيلو جرام بر اور اللي عندنا المفروض يطلع لي ان ده كمساحه مقدارها 5. الكوليكتور افشنسي المعادله بتاعته قلنا بندراج بنفك بنكليك على الكيو كوليكتور ونعمل لها انسرت ونقسم ونفتح قوس على الكيو كوليكتور تاني تبقى للمعادله زائد اسف الافشنسي يبقى عباره عن الاي راديشن في الاريا. واتفقنا ان احنا دايما بنجمع كسر صغير لتجنب الاسم على الزيرو في اثناء بدايه السيموليشن. السولار فراكشن لو فاكرين كانت عباره عن الكيو كوليكتور مقسوم على الكيو كوليكتور زائد الكيو اكزولري، وطبعا قلنا زائد رقم صغير عشان برضو اتجنب ان البرنامج يقف مع بدايه السيموليشن عند التي ايكوال زيرو. طيب انا كده كتبت المعادلات لكن لسه ما وصلتهاش، محتاج اوصل الكلام ده، واحنا متفقين ان احنا عايزين نحسب بالاداء خلال فتره السيموليشن كلها. يبقى احنا هنوصل ما بين خارج الانتجريتور، هنوصل الكوليكتور ونوصل الاكزولري. انا مش عارف اني واحد في دول الكوليكتور والاكزولري، فبرجع برجع للداخل فببص على ان الاكزولري متوصل بالتاني يبقى الكوليكتور متوصل من الاولاني. طيب محتاج كمان ان انا اعمل انتجريشن للراديشن، فهخش على الانبوت فانا هزود عدد البارامترز اللي بعمل لها انتجريشن لثلاثه بارامتر، واخد وصله من الويذر ريدر للانتجريتور واعمل دبل كليك عليها، وبعد كده هاخد التوتال راديشن اون تلتد سيرفس. التوتال راديشن اون تلتد سيرفس هو ده اللي انا بشتغل عليه. اوكي، يبقى هو ده اللي انا بشتغل عليه. تمام، والخارج بتاعه هيتوصل هنا كتوتال راديشن. طيب ايه تاني محتاج اشوف؟ محتاج انا لسه برضو انا كتبت المعادله لكن ما طبعتهاش، نخش على البرينتر. البرينتر انا محتاج اطبع كذا حاجه، فمثلا هطبع هنا مثلا بدل ما 2 هخليه مثلا 7. اوكي، الحاجه اللي انا عندي كيو كوليكتور كيو اكزولري، ممكن اطبع الاي راديشن محتاج اطبع الاريا محتاج اطبع السولار فراكشن محتاج اطبع الكوليكتور افشنسي. لو محتاج اطبع يعني انا لو عملت واحده زياده مش قضيه، ممكن خلاص انا هو ده اللي انا عايز اطبعه، خلاص ممكن اخلي دول 6 يبقى هم دول اللي انا هطبعهم في المرحلة دي. ابتدي اعمل اللينك بتاعي من الايكويشن للبرينتر بهدف اظهار النتائج في البرينتر. ابتدي اقول ان الاريا للاريا الكوليكتور افشنسي للكوليكتور افشنسي والسولار فراكشن للسولار فراكشن، وفاضل الاي راديشن هيتوصل في اللينك الاخير ده. كده انا طبعت كل الحاجات اللي انا محتاجها. اللينكات دي كلها يحبذ ان انا اظهرها
في كراسة الإجابة على الشكل التالي. آخد الكلام ده سكرين شوت. وأضيفه في ملف الوورد بالشكل ده. نرجع لترانزيس. لو عملنا run وقلنا yes فتحنا البرينتر، نلاقي ان البرينتر فيها فايلات كتيرة او سطور كتيرة جدا، لكل سطر فيه نتيجة، واحنا مش عايزين دي، احنا عايزين النتيجة النهائية. فقلنا حل الكلام ده بيتعمل ازاي؟ قلنا بنيجي في البرينتر نفسها بنغير اليونت دي لسترينج، الكلام ده شرحناه في المحاضرة، بهدف إظهار سطر أخير فقط، وناخد كوبي ستوب دي نكتبها هنا، نكتب ستوب كده مع الرن. المفروض البرينتر تظهر لي قيمة سطر واحد بس، السطر ده أقدر أخده بعد كده وأشتغل على اكسل عشان اشوف شكل النتائج بشكل افضل لما بعلم على اللي انا عايزه ده كله، وبقول ان انا الستايل النمبر بتاعي بدل ما هو جنرال هخليه نمبر. فهيبقى عندي في الحالة دي السولار فراكشن 11% والكوليكتور افشنسي 29%. ده بالنسبة لتقييم المنظومة أو لتقييم السيستم سريعا في المرحلة الأولانية as a base case. يبقى احنا قيمنا أداء المنظومة وشفنا الـ collective efficiency 11%، شفنا الـ solar fraction 29%، وبعد كده نبتدي نشوف تأثير عدة parameters. لغاية هنا احنا كنا وقفنا في المرحلة دي ودخلنا في التأثير الفترة السيموليشن لما طلبنا منكم التقرير، والكوليكتور اورينتيشن لما طلبنا تأثير السلوب والازمس انجل. دول هنشوفهم في التقرير او في الفيديو اللي جاي. سلام.